السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناتي. تنوروني وتشرفوني دائما. بعد بسم الله والصلاه على رسول الله، تفضلوا معايا الكوزينه. راح نحضروا المقلوبه على طريقتي. باش نحضروا هذه الوصفه لازم لنا المقادير التاليه: عندنا 2 حبات باذنجان، 1 حبه فلفله، الروز، 6 حبات طوماطيش، نص حبه بصل اللي راح نربوها، وفلفل كحل والملح. اول حاجه البنات، نديروا الروز تاعنا يغلي. 3 مقادير بمقدار وملعقه زيت وشويه ملح. نخلوه يطيب. في مقله نحطو نص حبه بصل غابي، نضيف لها ملعقه زيت ونخلوه يتقلى. الحبه تاع الباذنجان البنات نقسمها اون عمال، والبصل البنات بعد ما تحمر لي مليح راح نضيف له كميه من الماء. البصل تحمرنا مليح وجددنا البنات ونحيتو، هذا هو. نحطو نصف ملعقه كبيره نتاعنا مارغرين على الرز ونغطوه ونطفو عليه، وهكذا الرز تاعنا يكون واجد. في ان ريسيبيون نحطو لي لامين تاع الباذنجان، مغرف فارينة، شويه ملح والماء، نخلوهم شويه ونصفوهم ونقلو. نخلو الباذنجان تاعنا ينقلى ونفرغو البصل على الرز. نقلبو الباذنجان مليح ونخلوه يتحمر لنا. بعد ما تبن الباذنجان مليح البنات، نحطوه على ابابي ابسوربون. في نفس المقله نحط 2 مغارف نتاع الزيت و 2 سنينات نتاع الثوم. نفرغ عليهم الطوماطيش بعد ما رابيتها، شويه تاع الملح وشويه فلفل الكحل. لهنا رايحين نحضروا اون صوص طوماط. لهنا الفلفله كيما راكم تشوفوا البنات قسمتها بالطول فوالا، ونقلوها. بعد ما نقلو الباذنجان، هنا صوص طوماط تاعنا راهي قريب توجد. الفلفله بنفس الطريقه نحطها في بابي ابسوربون. رايحين نقشروهم، نحو لهم القشره الباذنجان والفلفله ونشرملوهم. لهنا البنات بعد ما شرملتهم، هذو هما لو بابي ابسوربون يعاوننا باش ينحي لهم هذيك الزيت البنات. لهنايا راحين نضيفوهم على هذاك الرز بعد ما ضفنا البصل. نخلطو كلش مع بعض كيما راكم تشوفوا في الفيديو. نزيدو نضيفو لاصوص طوماط البنات فوالا. نخلو كميه باش نزينو بها طبق من بعد. نحطو الطاجين تاعنا على النار البنات، نقصولو للنار ونحركو فيهم هكا. نخلطو مليح كلش مع بعض البنات فوالا كيما هكذا. الملح على حسب ذوق البنات، انا ضفت شويه ملح لهنا. وبعد ما خلطنا كامل المكونات وسخنا المقلوبه نتاعنا، نفرغوها في امول كيما راكم تشوفوا لهنا البنات. بعد ما ضغطت عليها مليح باش تدي لا فورم تاع المول، نكون موجده اون اسيت بلات. راح نحط لاسيت، راح نقلبوا المول البنات. هنا بعد ما نحينا المول، هذه هي النتيجه البنات. ولا هنا البنات خليت شويه فلفله مع باذنجان باش نزين بهم هذاك الروز. ولا هنا البنات لا غارنيتور كانت بسيطه، يعني تزيين بسيط وجميل. شوفوا كيفاش جات المقلوبه، صدقوني تجي بنينه ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه. ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير، نتلاقاو في الخير وعلى خير مع وصفات اخرى ان شاء الله.